الله عليه وسلم في بعض الأحكام وأنا جالس يعني لسه بعد صغيرة لم أحمل اللحم يعني بعدي لم أسلم فقال للناس تقدموا يعني تقدموا للأمام حتى يستفرد هو والسيدة عائشة في السباع ثم قال للسيدة عائشة تعالي وبدأت يعني الموسم السادس خرجت مع ثم قال تعالي حتى أسابق فيه فسابقت فسبقني وجعل يضحك وهو يقول هذه ما أجمل الحياة الزوجية لما تكون قائمة على هذه الروح الأخت محمد يا مرحبا على البرنامج كثير حلو كثير مفيد وياكم ان شاء الله اخت محمد يلا نعيش استفسارين سؤالين تفضلي اول شيء انا من الزوجه وزوجي مثلا بقدر هم يعني من الزواج هم بس خمس سنوات وما راح معي على اساس انه معروف طيب وضح السؤال سؤال ثاني أخت محمد سؤال ثاني هاي سؤال ثاني مو يعني زوجي هاي والدتي إخوانها يعني هي بس عليهم إخوان يجوا على بنتي اللي كانت تنجح أمي وما بيصلوا على أمي يعني طيب إن شاء الله تسمعين أشرف دربي بالقرآن فشكرا يا Thank you.